الاهلي وارتباطك بالنادي الاهلي بدات امتى، وهيبقى فيه ان شاء الله وقت كبير نرجع مع حضرتك ونتكلم ونسمع بعض الاشعار وبعض الكلام الجميل من تاليف الاستاذ جمال بخيت. اول مره دخلت فيها النادي الاهلي وبدا امتى ارتباطك وحبك للنادي الاهلي؟ لا خلينا نقول بدا امتى ارتباطي بالنادي الاهلي قبل ما اتولد. ليه؟ لانه اخواتي الكبار انا اتولدت كانوا اخواتي الكبار اهلاويه. كويس؟ ثم يعني ايه مشيت المسألة، الأسرة كبيرة العدد اللي أنا بكلمك عنها دي كلها أهلوية بلا استثناء، بنات وأولاد ورجال وكذا، واخد بالك كلنا أهلوية، لدرجة أنه أنا ليا ثلاث أخوات بنات، فأي حد أي عريس يتقدم لأي واحدة فيهم في سؤالين مهمين جدا، اهلاوي ولا زملكاوي؟ واحد منهم انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ لانه لو زملكاوي هتبقى المساله فيها صعوبه. والسؤال الثاني يعني ايه نستدرجه كده في الحديث عن جمال عبد الناصر، اذا طلع بيحبه يبقى ده يعني واخد بالك بالنسبه لنا حد كويس يعني. الخلاصه انه ان انا طلعت لقيت نفسي في بيت اهله وما فيش سيره لحاجه تانية، واخد بالك يعني هو خلاص الحكايه دي النادي الاهلي، ويوم ماتش النادي الاهلي الاسره متجمعه كلها، الوالده تقعد تدعي للنادي الاهلي انه يكسب مع ان هي مش بتشجع كوره يعني مش داخله في موال الكوره ده، انما هي عارفه ان الاهلي لما بيكسب ولادها بيفرحوا، بيبقى البيت كله فرحان، والاهلي لو بيبقى يوم حلو على البيت بالظبط، فلو الاهلي خسر هيبقوا ولادها زعلانين ومتنكدين، فتقعد تدعي اليوم اللي تعرف ان في ماتش الاهلي تقعد تدعي للنادي الاهلي.